أهلا بكم مشاهدينا، أجدد الترحيب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة، وأبدأ بداية مع دكتور عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام سابقا. دكتور أهلا بك. أهلا وسهلا بك وسادة مشاهدين قناتكم الكريمة. بداية دكتور، أريد منك تقييما عاما للأسباب الكامنة وراء الأزمة السياسية الحالية. أولا نتمنى يعني من الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من يتولى الآن منصب، خاصة قيادات السياسية في البلاد، أنها تصل يعني حل الأزمة اللي تمر بها الآن بلادنا. أزمة صعبة، ظروف أمنية صعبة، وأقصد بشكل خاص مجلس النواب. للأسف يعني الأداء السياسي لكل من يدير العمل السياسي الآن ليس في المستوى، أيضا أداء المؤسسات المالية والاقتصادية أيضا ليس في المستوى، فقط المؤسسة العسكرية هي التي بصراحة في المستوى. وكل من نشوفه فيه الآن من أمن وأمان وفي في في المناطق اللي يفرض فيها الجيش الوطني سلطة أو يعني إدارته للعمل الأمني، الآن الأمور الأمنية فيها ممتازة. ولكن أعتقد سبب الأزمة أنه هو الاتفاق السياسي، يعني لم يتم بطريقة توافقية نقوله 100%، ولكن كانت الأمور تدار بطرف سياسي ذو حنكة سياسية، وطرف سياسي قد نقول أنه أقل حنكة سياسية. الآن نريد أن نخرج من هذا المأزق، هذا المأزق صعب، ولكن لابد من وضع حل لهذه الأزمة. أعتقد أن الخلل في مشروع الاتفاق السياسي في حد نفسه، بنود الاتفاق السياسي، هي جزء كبير من هذه المشكلة التي نمر بها الآن. الاتفاق السياسي والأحكام الإضافية، هي جزء رئيسي من هذه الأزمة، التي تمر بها البلاد. سوف نفصل في هذه الجزئية الهامة بعد قليل، لكن قبل ذلك دكتور، في اللي يقول أن الأسباب الرئيسية للأزمة قبل الاتفاق، الأمور لم تكن على ما يرام، يحملها للاستقطاب السياسي، التجاذب الحزبي المبكر في البلاد بين التيارات السياسية الدينية، تيار الإسلام السياسي والتيار المدني الديمقراطي، وربما كان على رأسهم تحالف القوى الوطنية. ما فيش شك أن الإعلان الدستوري والألية اللي تم بها انتخابات المؤتمر الوطني عمقت من الأزمة الليبية وزادت من الأزمة الليبية، خاصة وجود الأحزاب السياسية، كانت يعني خطوة سبقت ما هو كان يتم أساسا، يعني دخول الأحزاب السياسية بالعمل. ولا نجد حرجا إن نقولوها، يعني الأحزاب السياسية كانت لها دور كبير في الصراع اللي كان في المؤتمر الوطني. لا نقلل من وطنية أحد ولا نقلل من شأن أحد، ولكن الصراع الحزبي المبكر قبل وجود أرضية دستورية لعمل هذه الأحزاب هو اللي خلق صعوبات في عمل المؤتمر الوطني. وأصبحت أنا أقول لك في جلسات اللي كانت تتم حول مشروع القانون سيء الصيت للعزل السياسي، كانت صراع بين أحزاب أكثر منها بين المستقلين. يعني هذا ما حدث فعلا، مجموعة الإسلام السياسي يرغبوا في عزل أطراف من التيار المدني أو التيار اللي هو بعيد عن الأحزاب الإسلام الدينية والأطراف الأخرى كانت ترغب، هي لابد أن تكون عندها رد فعل، وهذا ما حدث، وهذا عمق الأزمة الليبية. والآن موجودين فيه أيضا إقصاء الجميع، يعني مجرد أنه هو كان موظف في 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 في, في في الدولة الليبية في فترة ما قبل فبراير يعتبر وكأنه هو يعني
وعدم الخبرة، يعني بصدق يعني عدم خبرة الأطراف اللي هي، وعدم وجود آلية واضحة لعمل المستقلين أو ما أو الذين كانوا لينتموا إلى أحزاب سياسية، هذا هو طيب أسباب المشكلة. الأحزاب السياسية بصفة عامة أو تيارات سياسية دينية بصفة خاصة، لأنه تتفق مع الذين يقولون أن جزء كبير من المسؤولية تتحملها النظرة الإقصائية لتيارات السياسية الدينية وتيارات الإسلام السياسي التي تريد أن تستحوذ على السلطة بمفردها. أنا دائما أكررها بشكل التيارات اللي هي الإسلام السياسي كانت قواعد العمل تتركز على شيئين، الاستحواذ والإقصاء، وهذا مشكلة يعني لا يمكن أن يعني ليس سلوك بناء دولة، ليس سلوك بناء دولة. أنا أتذكر كانت يتم حوارات حتى مع أطراف دولية كانوا يتحدثوا دائما على الأسلوب الذي اتبع في بعض الدول زي جنوب أفريقيا ورواندا، عملية التسامح. ولكن حتى نحن في ليبيا كنا نتكلم على تجربتنا في فترة بناء الدولة الملكية، يعني المملكة الليبية كانت مبنية على تسامح غير عادي، اللي هو كانوا الليبيين طرف يقاتل مع الإيطاليين بصراحة، وطرف كان ضد الإيطاليين. وبعد ما أنشأ الجيش الليبي بقيادة المرحوم الملك إدريس السنوسي، وفق بين الليبيين وخلق جيش من جميع الليبيين، سواء اللي كانوا أسرى في طرف الدول التحالف اللي هي بقيادة أمريكا وبريطانيا، وخلقوا نوع من الوئام وحتحات على ما فات، وبنوا دولة بالتسامح. لكن للأسف تيار التيارات السياسية الدينية السياسية اللي هي مجموعة الإسلام السياسي كانت تعتمد على قاعدتين، الإقصاء والاستحواذ والرغبة في السيطرة، وهذا هو اللي أرسل رسالة عنهم سلبية للشارع الليبي. وأنا أقول لك الليبيين لا يزيد عليهم أحد في المحافظة على دينهم ومحافظة على عقيدتهم، وبالتالي أعتقد أكيد أن الخطاب اللي وصل للشعب الليبي من هذه التيارات غير صحيح وغير لم يخلق جدوى. يعني المشكلة الأساسية يمكن أن نحملها للتيارات السياسية الدينية، بمعنى آخر يعني لو ما كانش في تيارات إسلام سياسي في ليبيا كنا نستطيع أن نبني دولة مدنية ديمقراطية؟ بالإمكان. حتى الآن لو أن أعطيت للشعب الليبي الحرية الكاملة أن يختار رأيه ولا تفرض عليه آراء من الخارج أو من باستخدام القوة. مثلا مجلس النواب تم انتخاب مجموعة من أبناء الشعب الليبي لتمثيل الليبيين. الانتخاب قد نختلف في تقييم الأشخاص الذين تم انتخابهم، قد نختلف في تقييم أداء مجلس النواب، ولكن هؤلاء أعطاهم الثقة الشعب الليبي وانتخبهم الشعب الليبي. فبالتالي لا يمكن أنك تنقلب على هذه العملية الانتخابية. هذا ما حدث. وأنا أقول لك بصدق لما وضعنا خارطة فبراير كانت فيها حلول للمشاكل اللي كانت موجودة في المادة 30 بصدق، وهذه بصراحة كانت حلول، وكنا نرى أن هذا لو مشت الأمور بما تعديل الدستور اللي السابع اللي هو بناء عليه تم انتخاب مجلس النواب، بعد أن انتخب مجلس النواب لو استمرت الأمور بهذا المنوال لكانت الأمور أحسن من الآن. لكن انقلاب على العملية الانتخابات أو الانتخابات هو اللي خلق المشكلة، ويتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية من قام بالانقلاب على هذه الانتخابات. طيب أعود الآن لأرحب بالأستاذ علام الفلاح الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي عبر الأقمار الصناعية. أستاذ علام بداية أهلا بك. أهلا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين. نعم أستاذ علام، لمن تحمل المسؤولية عن الأزمة السياسية الحالية؟ لمجلس النواب وللعصابات والميليشيات المحتلة لمدينة طرابلس وما يسمى بالمؤتمر المنتهي للولاية، بعض منهم تمسكوا بالسلطة وانقلبوا على الشرعية ورفضوا المسار الديمقراطي في تسليم السلطة التشريعية
في الدولة الليبية لمجلس النواب، أيضا نحمل المسؤولية لمجلس النواب كونه تعامل بطرق ملتوية وبأساليب ضعيفة وبعدم دراية وبعدم خبرة مع هذه الأزمة التي ظهرت أمامها. مجلس النواب أصبح ممثل الشرعي في أول انعقاد، وحضرت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وعدد من السفراء لجلسته في مدينة طبرق، وأعتقد أن الدكتور عز الدين كان حاضر وتسلم السلطة، ولكنه للأسف الشديد أنه لم يستطع أن يدير دفة سفينة الدولة إلى بر الأمان بسبب أهواء شخصية، بسبب عدم خبرة، بسبب عناد، بسبب تحالفات حزبية، بسبب كلها مجتمعة. نحن حقيقة الأمر لا يمكن لنا أن نحمل فقط الميليشيات المغتصبة للعاصمة طرابلس وبقايا المؤتمر المنتي للولاية وحكومة الغويل غير شرعية أزمة ليبيا. أنا أقر وأؤكد أن مجلس النواب بكامل أعضائه هو يتحمل هذه المسؤولية في الأزمة التي هي موجودة الآن في ليبيا. أيضا أحمل المسؤولية لما يسمى الأحزاب، حزب التحالف وحزب العدالة والبناء وباقي التيارات السياسية، أحملها مسؤولية ما يجري في ليبيا. للأسف الشديد أن هذه الأحزاب هي التي جاءت لنا بالحوار، ما يسمى باللجان الحوار المختلفة، وهي التي حقيقة الأمر اعتمدت هذه الوثيقة أو هذه المسودة، وهي التي الآن تقاتل ليس لأجل ليبيا وليس لأجل المواطن الليبي، بل جل رؤساء هذه الأحزاب وقياداتها يعيشون في تركيا وفي قطر وفي مصر وفي تونس وفي المغرب وفي غيرها من البلدان، ولا يأبؤون لما يحدث داخل ليبيا ولمصير الشعب الليبي وللفاقة التي يمر بها والعوز والحاجة. هناك أستاذ علام من هو أكثر تحديدا في توجيه أصابع الاتهام في تشخيص هذه الأزمة، يلقي باللائمة على التيارات السياسية الدينية أو تيارات الإسلام السياسي بأنها تيارات غير وطنية لا تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية، بمعنى أنه لا يمكن أن نشكل حكومة واحدة مع هؤلاء أو أن تجمعنا بلد واحد مع هؤلاء. إلى أي مدى أنت متفق مع هذا التشخيص؟ أنا أتفق تماما مع هذا التشخيص، ولكن ليس هؤلاء منفردين. أولا رأوا هم منقسمين على أنفسهم، التيارات الإسلامية، هناك المتطرف المتشدد، وهناك من يدعي أنه وسطي، وهناك يأخذ الجانب السياسي كستار لمصالح خاصة وأطماع، وشهدناهم نحن عندما كانوا ما يسمى بالدروع وأنصار الشريعة يصرحون ويمرحون في بنغازي، كيف أن كثير من النفوس الضعيفة التصق بهم وتواصل معهم لأجل مطامع وأهواء خاصة. أيضا لا يمكن لنا أن نغفل أو نتغافل عن الأحزاب الأخرى التي تدعي أنها هي أحزاب مدنية. يا أخي الكريم، من اغتال عبد الفتاح يونس أخذ الشرعية من أحزاب تدعي أنها أحزاب مدنية، أخذ الشرعية من علي العساوي الذي كلف من قبل علي محمود جبرين، وفي تلك الفترة يرأسهم مصطفى عبد الجليل، وهؤلاء كلهم يدعون أنهم مدنيين وتيار وطني وبعيد عن التيارات الإسلامية المتشددة. هؤلاء مشتركين في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ويدعون أنهم تيار مدني. لا فرق بين هذه التيارات جميعها، إسلامي وتيار مدني ووسطي، وكلها هي التي وضعت ليبيا في هذه المأساة وهذا المأزق، وهم الآن. لكن ليس من الإشحاف أستاذ علام أن نضع الجميع في سلة واحدة، التيارات السياسية المدنية التي تريد دولة ديمقراطية مدنية والتيارات الدينية الأخرى التي تريد خلافة أو تريد أن تدعم الجماعات الإرهابية؟ لا يمكن لنا أن نؤمن على حياتنا وأنفسنا للتيارات التي تدعي أنها تيارات مدنية. عندما استقوى الإسلام السياسي بالسلطة وانفرد وطردها، أتتنا من خارج ليبيا من خلال شاشات الإعلام تدعي أنها هي تحارب الإسلام السياسي والإسلام الراديكالي والمتطرف. نحن لا يمكن لنا أن نثق بهذه التيارات. أنا بالنسبة لي أضعها في سلة واحدة مع التيارات الإسلام المتشددة. من وقع على 900 مليون دينار للدروع هو شخص يدعي أنه من التيار المدني، من قام بإدخال عدد من العناصر من الميليشيات سواء في طرابلس
أو في بنغازي لانتسابهم للشرطة أو للجيش هو يدعي أنه من التيار المدني، لا يمكن لنا أن نلدغ من الجحر مرتين، هذه تيارات كلها في سلة واحدة. نعم طيب اسمح لي فقط أن أتوقف عند هذه الجزئية مرة أخرى، أعود إليك أستاذ عز الدين الدكتور عز الدين العوامي فيما يتعلق بتشخيص الأزمة أو البحث في جذور الأزمة. الآن أتينا على ذكر التيارات السياسية الدينية أو تيار الإسلام السياسي، ما هو سبب قوة هذا التيار الذي يجعله الآن متمكنا إلى هذه الدرجة ومتغولا إلى هذا الحد؟ هل لأنهم ربما يحملون تجربة حزبية أعمق وأكبر من التيارات المدنية الأخرى؟ التنظيم هم تيارات سياسية للأسف اللي هي الراديكالية عندها امتداد للأسف خارج الحدود ولها قواعد تعمل خارج الحدود أحيانا، بعض منها لها خلفية اللي عليه تيارات خارج الوطن، وبالتالي هم أكثر تنظيمه وأكثر خبرة، وأحزاب عمرها 80 عام وأكثر، أكثر 80 عام، وبالتالي يعني يستطيعون أن يمروا بعض الأشياء بقدرة تفاوضية عالية دون أن ينتبه لها الطرف دون أن ينتبه لها الطرف الآخر. وأنا أتكلم بشكل خاص، يعني أستغرب مرور بعض الأشياء في الاتفاق السياسي. نحن كنا يعني كنا ولزلنا أن نتمنى أن نحن نصل لاتفاق سياسي. الاتفاق السياسي ربما سوف نخصص له جزئية كبيرة اليوم في النقاش، لكن قبل ذلك وأنا أتحدث مع الأستاذ علام الفلاح عن الحكومة الواحدة التي تجمع الجميع، وهل يمكن أن يكون التيار المدني في حكومة واحدة مع هذا التيار الإسلام السياسي الذي ربما يؤمن بدعم الجماعات الإرهابية، ولدينا تجربة مع هذا التيار أم لا؟ أنت لديك تجربة خاصة في المؤتمر، كنت نائب رئيس المؤتمر، يعني كيف كان سلوك هذه التيارات في تلك المرحلة؟ هو أنا ما زلت نأكد على كلمة اللي هي قلت لك، النظام الاستحواذ والإقصاء كان يمارس بقوة، وكان يمارس بقوة، يعني كان واضح أنه تهديد على خلفية تنظيمات معينة، يعني في ما يختلفوش اثنين أنه كانت تصل بعض التهديدات وبعض الاختراقات. احنا في فترة المؤتمر الوطني أعتقد أننا فقنا 250 عملية اقتحام للمؤتمر الوطني، وكان يحدث فيها أشياء، يعني أشياء رغم نتائج الانتخابات كانت لصالح التيارات الوطنية أو التيارات المدنية وهم الذين شكلوا الأغلبية. لا الكلام هذا غير صحيح، لأن بدأت الفكرة من أيام مؤتمر المجلس الانتقالي عندما وضعوا الإعلان الدستوري. وضعوا الإعلان الدستوري، كان من المفروض أن يكون هناك نص صريح أن من ينتخب فردي كانت أصلا نص مرشح مستقل. من هنا تم بالبداية لغيت كلمة مرشح مستقل وأدخلت وحشرت كلمة مرشح فردي، وهذه النقاط التي تتحدث عنها الآن. وهذا المرشح الفردي له خلفية دينية، حزب سياسي، وليس مرشح مستقل. في بعض قوانين الانتخابات في بعض الدول يعني تقول أن الأحزاب لها عدد معين من القوائم الحزبية، وهناك مرشحين مستقلين، ولكن استبدلت نحن كلمة المستقل بكلمة الفردي ومرت، وهي جزء من هذه الأزمة. نعم هذه النقاط دكتور عز الدين التي ربما أتيت على ذكرها منذ قليل، أن خبرة ودهاء هذا التنظيم الذي يدس هذه النقاط في داخل قوانين الانتخاب حتى يحصل في النهاية على أغلبية لصالح. لكن عندما كنت نائبا أول لرئيس المؤتمر شهدت تلك المرحلة استقالات جماعية للتيار المدني أو التيار الوطني. البعض الآن ينتقد هذه الخطوة ويقول أنكم تركتم مقاعدكم شاغرة ليملأها بعد ذلك تيار ككتلة الوفاء للشهداء المتشددة أو الإخوان المسلمين أو الجماعة الليبية المقاتلة. شوف هذه يعني ذكرتني بنقطة مهمة جدا، كان لما يستقيل واحد من التيار المدني ويكون اللي بعده اللي في الترتيب تيار مدني مثلا واحد من تيار الإسلام السياسي، إجراءات يستبدل بسرعة، يستبدل بشكل سريع. وإذا كان اللي بعدك من نفس التيار المدني يعطل، والله ما ينتهي الإجراءات، يستنى
بالعكس فيه اللي استمر حتى نهاية المؤتمر هو مش موجود. أنا أستغرب حاجة أخرى، قالوا في المجلس، يعني المعلومة اللي وصلتني إنه في المجلس الدولة الآن في اللي موجود في رئاسة السويحلي، إذا كان الثاني والثالث والرابع من التيار المدني يكلموا السادس اللي هو من التيار الإسلام السياسي. يعني هذين أمور كانت تم، وأعتقد إنه ما يقدرش حد ينكر إن الكلام هذا كان يتم. يعني ما السبب الذي دعاكم للانسحاب؟ هل التهديد، الابتزاز، الخوف من الخطف، الاغتيال، وهذه السياسة الممنهجة التي كانت تتبعها الميليشيات المسيطرة على طرابلس ولا زالت إلى الآن مسيطرة، الأذرع الميليشيوية للتيارات السياسية الدينية، أم ربما عدم قدرتكم أو إيمانكم على عدم القدرة على إحداث أي تغيير في المعادلة السياسية هناك؟ لا، أنا بصراحة كنت ضد الانسحاب رغم ضغط الشارع، بصدق يعني نحترم رأي الشارع والناس، لكن ما كنا نروه داخل القاعة أن لو نحن انسحبنا حنترك الساحة لتيارات معينة هي اللي تستحمل على القرار، وبالتالي كنت محترض. وأنا يعني نتذكر يعني بعض الشخصيات اللي نحتز بها وما نبيش نذكر أسماء قدموا لي استقالات، وحاولت بقوة أن نمنع الاستقالات، أن الناس نمنعوهم من الاستقالة، وكان يعني واللي نوحلوا فيه بحيث انه ما يستقيلش كان يمشي لسيد الشريف الوافي بحيث انه نقنعوه ان الاستقاله ما هيش الحل في الفتره هذيك، رغم مطالبه الشارع. ونحن يعني وصلتنا قناعه ان المؤتمر الوطني اصبح استمراره ليس في صالح الوطن، ولكن لا يمكن انك تترك الساحه بدون اقرار مشروع القانون لانتخاب جسم بديل لقياده البلاد، لأن لو انسحبت حتقبل الأزمة أعمق، هتكون الأزمة أكبر. وهذا كان رأي مجموعة من المؤتمر، نحترم رأي زملائنا اللي فضلوا أنهم يقدموا استقالاتهم. وفعلا يعني كانت الأمور صعبة جدا، يعني كان فيه تهديدات، وكانت فيه يعني أنا نقول لك أنا واحد من من من, من الناس عن طريق سيد رئيس وزراء بلغت اني مستهدف، يعني مش مستهدف، ان مطلوب الازاحه من المشهد. ولكن لا تستطيع انت، نحن ماناش افضل من الناس اللي قدموا في ارواحهم ودافعوا علينا، ماناش افضل منهم، الله غالب تستمر. وهذا ما رأينا، بعض زملائنا رأوا انهم ينسحبوا ليس خوف منهم مرات، ولكن خوف من ضغط الشارع، لأن الشارع كان ينظر إلى الذين يستقلون على أنهم هم الوطنيون، بينما الذي يستمر ربما هو مشارك في دخول في الشراكة مع التيار السياسي. يعني أنا نقول لك أحيانا ليست قيمها بالشكل هذا. يعني زملائنا ينسحبوا كانوا يروا أنهم في حالة انسحابهم حيمثل ضغط سياسي على الأطراف الأخرى لنهاية عمر المؤتمر الوطني، ونحن كنا متفقين على نقطة واحدة، نحن والزملاء كنا متفقين أن استمرار المؤتمر الوطني بهذه الألية من العمل، خاصة مع نهاية 2013، مع منتصف 2013، استمرار المؤتمر الوطني بهذا الأداء لن يكون في صالح البلد، لن يكون صالح ليبيا. ولكن اختلفنا على الطريقة، يعني البعض رأى الانسحاب والبعض رأى الاستمرار، ولكن في الأخير المحصلة أنه يعني كان في حاجة أعتقد أن نجحنا فيها، أن نجحنا أن نديروا قانون انتخابات وننتخبوا مجلس النواب، وهذا يحسب لأبناء شعبنا بالكامل يعني، وليست بعض. طيب اسمحي فقط التوقف وأستقبل الآن الأستاذ صالح قلمة مقرر مجلس النواب. أستاذ صالح أهلا بك. أهلا وسهلا بك سيد أحمد وبمشاهديكم السلام وبضيوفة. أثناء بحثنا عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأزمة السياسية الحالية، الكثير يحمل المسؤولية لمجلس النواب عن هذا الاتفاق السياسي، كيف تعلق؟ الأستاذ صالح قلم هل أنت في السماع؟ استمعت لجزء من السؤال يا سيد أحمد، ولكن
تابعت الحلقة منذ البداية. طبعا جزء من السؤال طبعا ينص على أن الكثير يحمل مسؤولية لمجلس النواب على ما أعتقد. طبعا كما سمعنا الكثير يحمل مسؤولية لمجلس النواب. إذا كان رجعنا نحن إلى موضوع الحوار منذ البداية، طبعا مجلس النواب هو الطرف الرئيسي في الحوار وهو من دخل للحوار، وهذا يتفق عليه الجميع. أما تحميل المسؤولية وبالأخص من الساسة ومن النخبة ومن مثلا زميلنا السيد علام الفلاح، ما أعتقد حمل مسؤولية للجميع لمجلس النواب والكتل السياسية وكل المكونات يعني، ولكن لن يتحمل مجلس النواب وحده المسؤولية. هناك الكثيرين من شارك مجلس النواب على طاولة الحوار، هناك الكثيرين من ذهبوا إلى مجلس الحوار بدون أن يستشيروا حتى مجلس النواب. وأنا أعتقد السيد علام الفلاح كان موجود حتى هو في إطار ما يسمى على ما أعتقد باتحاد البلديات أو ما يسمى ذلك، وطاولة الحوار كانت مفتوحة، وأنا شخصيا كنت أسميها طاولة الطعام، كل من يأتي يدخل إليها. الكثير حاول أن يحقق مصالح النواب الوطنيين للإجراءات وجلسوا في طبق ينتظروا لجنة الحوار. يا أستاذ، فقط أستاذ صالح قال ما نواجه مشكلة في الاتصال معك، يبدو أنك في مكان يعني التغطية فيه غير متوفرة بصورة جيدة، أتمنى لو تستطيع فقط أن تغير مكانك قليلا حتى نتمكن من الاستماع إليك بصورة أوضح، وافسح لك المجال أستاذ صالح قلمة لتكمل ما بدأت الحديث عنه. أنا أستمع إليك الآن. نعم، أستمع إليك جيدا. نعم الآن أستمع إليك جيدا. طبعا إذا كان في الاستماع أنت يا سيد أحمد. نعم في الاستماع، تفضل. طبعا كما قلت لك أنا تطرقت لموضوع تحمل المسؤولية ومجلس النواب. طبعا مجلس النواب يتحمل جزء من المسؤولية. مجلس النواب كان هناك فيه بالفعل من الأساس هناك نوع من الخلل، أنا شخصيا كنت دائما أعترض عليه في إطار لجنة الحوار أو المسودات أو لجان المسودات. كان لم يكن هناك اهتمام جدي بالحوار، لم تكن هناك شعور بالمسؤولية ما حدث في ليبيا وحجم المشهد وكيف المأزق. إنما أعتقد الكثيرين أن الحوار يأتي بطريقة سلسة أو بطريقة سهلة، برغم من أصعب المواقف الآن نعيشها نحن في ليبيا لكي نخرج من هذا المأزق. ولكن عندما يحمل بعض الساسة وبعض النخب مجلس النواب، مجلس النواب كان مفتوح أمام الجميع، كنا نناقش كنا نستشير في الجميع، عملنا حتى لجنة من المستشارين مجلس النواب وتم اختراعهم، وكل ربا طبعا اخترعهم بعض الأعضاء وذهبوا إلى الحوار ومن ثم انسحبوا ورجعوا، ونرى ما كان يحدث في لجنة الحوار. فيتحمل مسؤولية ذلك كل من حضر في الصخيرات أو في المغرب أو في جنيف أو في الجزائر، كل الكتل السياسية. طبعا الأحزاب لا استبعدها، الأحزاب هي ذات المصلحة الأولى في هذا الحوار السياسي، لأن الأحزاب اعتبرتها غنيمة والبعض اعتبرها مخرج من الموقف الحرج الذي فيه. مثل حزب العدالة والبناء كان في موقف حرج جدا وأنقذه ذلك الحوار. هناك أحزاب أخرى أو تكتلات أخرى ليست ذات وجه معين. نحن عندما نرجع للتجربة السياسية في ليبيا كما تكلم الدكتور عز الدين وأحييه، هذا الدكتور صديقنا طبعا، لم يكن هناك إرادة سياسية قوية. كانت هناك في البداية أحزاب والذين ببساطتهم ذهبوا إلى تلك الأحزاب، وهناك من تورط فيها. أنا شخصيا يعني زرت الأحزاب ولم أدخل أي حزب، دخلت مجلس النواب كمستقل، أعرف خلفية، عندي خلفية كبيرة عن تلك الأحزاب، جلست معهم مع نخبهم دخلوا للأحزاب. ونحن أيضا أصبحنا لا نقرأ المشهد جيدا، نضع كل الذين التحقوا بالسياسة أما في إطار يمين أما في إطار شمال، ولكن لا، هناك الوطنيون وهناك من هو مستقل وهناك من هو يريد مصلحة البلد وهناك من هو ينظر بالتغيير. طيب. فموضوع تحميل مجلس النواب، أعلن مجلس النواب وأنا أقولها شخصيا يتحمل جزء كبير من المسؤولية لكن لا يتحمل المسؤولية كاملة. مجلس النواب أتى في ظروف يجب أن يعلمها الجميع، أتينا في ظروف صعبة جدا. سوف أسألك حتى عن الظروف بعد قليل أستاذ فقط صالح قلمة، ابقى معي، أعود إلى الأستاذ علام الفلاح. أستاذ علام، مجلس النواب لا يتحمل كل المسؤولية، ربما يتحمل جزء بسيط من هذه المسؤولية ويشترك في الأزمة مع آخرين، كيف تعلم؟
بداية نرحب بمشاركة الأخ سالم همة فيما يتعلق بمجلس النواب صالح قلمة. صالح قلمة فيما يتعلق بتحميل المسؤولية لمجلس النواب، كل الليبيين متفقين على أن مجلس النواب يتحمل المسؤولية بسبب أن مجلس النواب تمسك ونزل وهبط من مستواه كممثل للدولة الليبية وهو أعلى جسم تشريعي وأعلى جسم في ليبيا، تنازل إلى مجموعات غير شرعية، مجموعات احتلت العاصمة، مجموعات ميليشيوية، وبدأ يتحاور معها. كان على مجلس النواب، ونحن قلنا ذلك من أول يوم، قلنا يجب على مجلس النواب أن هو يشكل لجنة يوكل الأمر لحكومة المؤقتة، يوكل الأمر لوزارة الخارجية، يؤسس هيئة للحوار والمصالحة ويوكل لها هذا الأمر. ولكن مجلس النواب يؤسفني أن يقول أنه هو نزل وهبط من مستواه إلى مستوى مجموعة غير شرعية احتكمت إلى السلطة وإلى احتكمت إلى السلاح وإلى الميليشيات حتى تنفذ إرادتها على الشعب الليبي. طيب إلى ما تعزو ذلك أستاذ علام الفلاح؟ هل إلى قلة التجربة السياسية أو قلة الخبرة السياسية لدى أعضاء مجلس النواب، أو لديك أسباب أخرى؟ لربما حب في السلطة، لربما أهواء شخصية، لربما أطماع، لربما عدم دراية، لربما عدم خبرة، كلها مجتمعة. نحن من أرغمنا في هذا الحوار وجعلنا نلهث وراء هذا الحوار لربما نتحصل على مخرج للأزمة الليبية هو مجلس النواب، هو الذي ذهب إلى غدامس، وهو الذي أطلق حمامات البيضاء، حمامات السلام الدعاه في تلك الفترة، وهو الذي وافق على المسودة. ونحن كبلديات عندما حضرنا، وأنا لست عميد بلدية بل حضرت مستشار مع بلديات ثم كلفت مستشار للبلديات برقة، عندما حضرنا كنا نتحدث عن الأمور الخدمية، لم نتطرق إلى المواضيع السياسية، وكنا نرفضها، وكنا نقول في رأينا علنية، وكنا متمسكين بأن مجلس النواب هو الممثل الشرعي والوحيد، وأن يجب أن يتم اعتماد كل قرارات أو بيانات أو مسودات سوف تخرج عن هذا الحوار من قبل مجلس النواب. وهناك مذكرة موقعة من قبل أكثر من 18 عميد بلدية موجودة معي الآن، هذه المذكرة تم التطرق فيها من النقاط أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي، وأن الحكومة التي سوف تخرج من الحوار يجب أن يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب. هذا مقترح تمسكنا به كبلديات، ومنا بلديات من الجنوب وبلديات من غرب ليبيا وبلديات برقة، ونحن لم نكن نحضر هذا الحوار إلا كمراقب ونتحدث. طيب، عن ما يدور من أزمات بين البلديات، وخاصة بلديات المنطقة الغربية. تم فتح الطرق والمسارات، تم إيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية لبعض المدن التي كانت محاصرة، وأيضا تطرقنا إلى أطلاق بعض السجناء ومنهم الشيخ الشارف المدني، تم أطلاق صراحة من قبل المقترحات من خلال حوار البلديات وغيره كثير من السجناء، ويجد بذلك سيد عبد الرحمن شكشاكا عميد بلدية تورغة. ولكننا للأسف الآن أصبحنا أمام أزمة مجلس الرئاسي، وأزمة المؤتمر المنتهي للولاية، وأزمة مجلس النواب. أصبح مجلس النواب من يكون له موقع قدم جديد في المجلس الرئاسي، والحكومة المنبثقة عنه سوف يدعم هذا الرأي وهذا الاتجاه. من لم يتحصل على شيء يظهر علينا في الإعلام ويسب المجلس الرئاسي ويسب الحوار ويسب الحكومة التي سوف تنبثق عن هذا الاتفاق حتى يكون له موضع قدم. أنا متأكد من أن هناك عدد من أعضاء مجلس النواب الآن في حوار وفي تواصل مع المجلس الرئاسي لأجل يتحصلوا على وزراء، على وكلاء هيئات، على رؤساء هيئات. على أصبحت مسألة ليست مسألة وطن يا أخي محمد، أصبحت مسألة مطامع شخصية، وأصبحت مسألة أهواء، وأصبحت والمواطن الليبي البسيط. طيب، المريض. طيب، نتوقف عند هذا الجزء من الحديث وأنتقل إلى الأستاذ الدكتور عز الدين العوامي. دكتور، فيما يتعلق بتقييم أداء مجلس النواب، أنت دكتور عندما انتقلت من طرابلس بعد سيطرة فجر ليبيا وانقلاب فجر ليبيا عليها، ونقلت السلطة التشريعية وسلمتها من المؤتمر بصفتك نائبا أول رئيس المؤتمر إلى البرلمان، الآن عندما تقيم أداء البرلمان، تعتقد أن البرلمان كان في حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه؟ يعني صعب أنك تقيم لأنك ما تعرفش الخلفيات، يعني ما هي الظروف اللي الظروف اللي يمر بهن العمل السياسي في المؤتمر. أنا نقول لك أنا غير راضي على الأداء السياسي. أنا قلت بديت بها الحلقة من جميع الأطراف وعلى رأس مجلس النواب، ولكن
هناك ظروف يمر بها مثلا مجلس النواب، واضحة الظروف اللي هي من بداية انعقاد أول جلسة في مجلس النواب، من أول بداية مجلس النواب في العمل، وفيه مشاكل تواجه مجلس النواب. الأداء لا يختلف اثنين أنه هو فيه 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 في نقد للأداء وفي ضعف للأداء، لكن نحن لا نريد أن ندخل في عملية تقييم لمجلس النواب، ولكن نريد أن نبحث على حل الإشكاليات اللي وما هي أسباب هذه الإشكاليات اللي تمر بها عملية الاتفاق السياسي، وما هي المخاوف اللي لدى أطراف عديدة في الوصول لوصولنا إلى حل لهذه المعضلة اللي تمر بها بلادنا الآن. أعتقد وجهة نظري أنا أن هناك نقاط يجب أنها يتم تعديلها، ويجب أن يجلس عليها وتكون فيه شفافية وتكون فيه صراحة في تعديلها. لكن أنتم في المؤتمر كنتم تعملون في ظل وجود وتهديد الميليشيات الإيديولوجية هناك والعقائدية والإرهابية في طرابلس، لكن على العكس يعني هذه الظروف لم تكن الآن موجودة في طبرق، كانوا يعملون بسلام وبأريحية. الظروف الأمنية ممتازة بشكل يعني إذن لا من ليس من المفترض أن يكون الإنتاج، ولكن هناك يعني أمور لوجستية مهمة جدا للعمل السياسي. لما جينا للمؤتمر الوطني كان هناك قبلنا كان هناك المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي كان فيه بعض الإدارات والتجهيزات كانت تعمل. لما انتقل مجلس المجلس النواب الطبرق كان البداية يعني البداية من 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 من, من لا شيء بداية العمل، ولكن مع هذا لا يشفع ان هناك بعض الأخطاء. ولما نتكلموا على بعض تحفظاتي أنا الشخصية اللي في بعض النقاط تتمحور على الاتفاق السياسي حول الاتفاق السياسي، هنا يدخل اللوم على مجلس النواب. أنا نقول لك العمل في أي عمل الكفاءة في العمل تعتمد بشكل دقيق على قدرتك على اختيارك طاقم العمل ومجموعة الاستشاريين الذين يعملوا معك. من هنا يبدأ هنا سر النجاح في العمل. لابد أن تجيد اختيار الكفاءات والاستشاريين بحيث تستطيع أنك تقوم بالعمل الذي تقوم به. يعني لا يمكن أن نقول أن المشكلة في فريق البرلمان الممثل له في الحوار، لا، فريق البرلمان هو الفريق الأساسي الذي عليه اللوم أكثر واحد. بعض النقاط وأيضا اللوم على البرلمان الذي اختار الفريق، صحيح؟ هي أحيانا تختار وبعدين تجد نفسك أخطأت في الاختيار، ولكن أنا نقولها بكل شفافية وبكل صراحة، أكثر لومنا على مجموعة التي مثلت مجلس النواب في الحوار السياسي في هذه النقاط اللي نحن يعني عندنا وجهة نظر فيها. أنا نقول لك العملية السياسية، العملية الدستورية نقطة مهمة جدا، تعيين المناصب السيادية في البلاد وخاصة وجميع المناصب ليست العسكرية فقط، الأمنية والمناصب، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة عملية وجود جسم جديد أصبح في الدولة تشريعي اللي هو مجموعة الحوار. معقولة واحد يمثل في حزب فيه عضوين يقعد وكأن عنده سلطة كأن عضو سلطة؟ بالعودة إلى الأستاذ صالح قلم مقرر مجلس النواب، أستاذ صالح إذن التحميل المسؤولية لمجلس النواب تحديدا في الحوار أو في الاتفاق السياسي بأنه ربما ساهم في إصدار هذا الاتفاق السياسي الهش والمشوه الذي سحب البساط التشريعي من تحت أقدام البرلمان إلى أجسام أخرى موازية، ليس فقط مجلس الدولة، دكتور على سبيل المثال عز الدين العوامي الآن يتحدث عن هيئة الحوار كذلك بصفتها جسما موازن ثالث للبرلمان. طبعا أنا أتفق معك كثير ومع الدكتور عز الدين فيما قاله. مجلس النواب طبعا أنا شخصيا لست راضي على أداء مجلس النواب، ليس مجلس النواب الذي كان في مخيلتي عندما تقدمت للانتخابات وحبيت أن أعمل فيه. مجلس النواب فيه نوع ضعيف ضعف جدا في الأداء، هذا كلام حقيقي. في نفس الوقت مجلس النواب أيضا
عمل بعض الشيء، وطبعا نظرا للظروف التي كانت محيطة به والوضعية التي أتى عليها، ووصلنا الآن إلى مجلس نواب اعترف به كل العالم وشرعي وموجود إلى حد الآن. طبعا هناك محاولة سحب البساط من تحت قدميه، سواء من ما يسمى بالمجلس الأعلى أو بلجنة الحوار أو حتى من كل الناس المهتمة بالشأن الليبي. الكل يحاول أن يأتي لمجلس النواب وأن يفرض رأيه وأن يأتي لرئيس مجلس النواب ويجلس معه، سواء على هيئة شيوخ قبائل أو منظمات مجتمع مدني. أو هناك مجلس النواب الآن طبعا نحن نعاني في مرحلة صعبة، نحاول نلملم بعضنا. الكثير من النواب الآن بالفعل يعني أدركوا صعوبة المشهد، ونحن الآن كما قال الدكتور نتجاوز مرحلة التقييم. وأيضا أحب أن نرد على السيد علام الفلاح بخصوص البلديات. على ما أعتقد أن هناك من البلديات من حتى قدم أسماء للمجلس الرئاسي وتزكيات. البلديات دخلت بالفعل في موضوع الحوار السياسي، كانت في جنيف وكانت في تونس ودخلت، وهذا لا ينكره أحد يا سيد علام. ولكن بالإضافة إلى مهامكم الأخرى، أو إن كنت أنت منسق، وأنا أعرف أنك أنت لست عميد بلدية إنما ممكن منسق هيئة أو تنظيم للبلديات، المهم لا يهم الاسم الآن. وأنا أحترم هذا الحراك وأحترم الشباب وأحترم رأيهم والديمقراطية، ولكن تحميل مجلس النواب بهذا الشكل، أنا لن أدافع عن مجلس النواب، ولكن في نفس الوقت أن أنصف مجلس النواب وزملائي. بالفعل كانت لجنة الحوار غير كفؤة، لجنة الحوار لم تؤدي دورها بالشكل المطلوب. وحتى هذا لا ألوم الأشخاص في لجنة الحوار، إنما البيئة المحيطة بهم سواء في مجلس النواب أو في التيارات السياسية المحيطة بنا أو بالمنظومة موجودين على الأرض. لأن الفترة التي تم توقفها على المسودة الرابعة ومن ثم خرجت المسودة الخامسة، خرجت أنا شخصيا في مؤتمر صحفي مع السيد رئيس مجلس النواب والناطق الرسمي ومساعد المقرر، وتكلمنا وقلنا أن لا تكون هناك مسودة أخرى. ولكن طبعا نتيجة لقلة الخبرة السياسية لدينا حصلت بعض التجاذبات الأخرى والنفسية المهيئة للمواطن الليبي النرفزة اللي موجودة، أصبح هناك نوع من النرفزة أو هناك شيء مدروس هو عمل لمجلس النواب، ودخل الشك والريبة فيما بين أعضائه، وأخذ مجلس النواب في وضع حرج جدا. نحاول نلملم ذلك الوضع، ولكن زاد تفاقم الوضع ودخل علينا موضوع حوار ليبي ليبي، وانشق مجلس النواب على بعضه، وذهب الأعضاء من اتفقوا على وقع الاتفاق في الصخيرات ومن جلس. ولكن لنتيجة نتيجة أن أقولها أنا كله بالعامية اللي هي العناد والنرفزة أصبحت بشكل، وكانت مدروسة ومهندسة من بعض الأطراف الأخرى الخارج مجلس النواب، هي التي أربطت لنا هذا العمل في مجلس النواب. نحن في مجلس النواب كنا لا نريد أن يكون أحد من أعضاء مجلس النواب في حكومة الوفاق أو يكون في المجلس الرئاسي، ومن ثم أتينا لمجلس النواب واتخذنا قرار بأن نعفي هذه المهمة وأن يدخلوا بإمكان أعضاء مجلس النواب. هذه لم تأتي من فراغ، هذه الأمور في مجلس النواب خرجت حكومة ليون، عندما سقطت حكومة ليون وظهرت بعض الأسماء، تلك الأسماء كانت ردة فعل، وهناك أسماء لم تخرج. أصبح مجلس النواب في موقف أنا كنت لا أريد أن يستعجل مجلس النواب على إنهاء الحوار في تلك المرحلة، ولكن دفعنا إلى بطريقة أو بأخرى إلى الاستعجال وإلى في ذلك المناخ المتوتر. طيب أستاذ صالح قلمة، دخلت أطراف أخرى في لجنة الحوار كما قلنا، لجنة الحوار أو هيئة الحوار، هيئة الحوار بشكل عام لن يرضى عليها كل الليبيين. هيئة الحوار بشكل عام أنقصت، دخلتها أحزاب ودخلها أشخاص. أتوقف فقط عند هذه الجزئية، أنقل حديثك إلى الأستاذ علام الفلاح. أستاذ علام لو لديك تعليق ربما أشار إليك سريعا الأستاذ صالح قال ما أفسح لك المجال، تفضل. أولا نحترم سيد عضو مجلس النواب السيد صالح هم في شخصه، ولكن أنا أؤكد أن أعضاء مجلس النواب سواء الذين كانوا يحاورون في الصخيرات وفي جنيف وفي بروكسل عن مسألة ليبيا، أو عدد من أعضاء مجلس النواب المتواصلين مع لجان الحوار مع بعثة الأمم المتحدة، أنا متأكد ومثل ما أتحدث الآن عبر الشاشات أنهم كانوا يحاوروا على أنفسهم، كانوا يحاوروا من أجل أن واحد يكون وزير، واحد يكون نائب رئيس، واحد يكون رئيس. لم يكن همهم الشعب، ولم تكن همهم ليبيا، ولم يكن همهم الوطن. هذه مسألة لا أتحدث فيها أنا فقط سيد النائب، ولكن كل الليبيين يعلمون ذلك. عندما تم إقصاء شخص من أن يكون نائب أو أن يكون رئيس بعد عامين من الحوار،
ظهر علينا وقال الحوار فاشل ويجب انهاء المسودة ويجب رفض هذه الحكومة والرئاسي ورئاسي الفرقاطة وهذا استعمار جديد، وبدليل ان هذا الكلام انه هو كان يوما ما يدعم ثم عندما تم اقصائه بدأ في الهجوم على المجلس الرئاسي. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، نحن نتحدث سيد صالح حمى أنكم أنتم عطيتوا هذا الرئاسي الشرعية وأنتم عطيتم لجان الحوار المختلفة الشرعية كمجلس نواب، وأنتم أيضا أقريتم في المسودة التي وقعتموها الأولى أنكم أنتم تأخذوا شرعيتكم من المجلس الرئاسي. أنتم الآن عدم تصديقكم للمسودة وادخالها من ضمن الاعلان الدستوري عدم شرعيين، لانكم انتم الاستفتاء الذي عمل داخل مجلس النواب لو تم الطعن فيه امام محكمه يقول لك استفتاء عام، انتم استفتيتم حوالي 120 شخص او 130 شخص، هذا من جانب قانوني انا اؤكد لك انه غير شرعي. نحن لا نتحدث عن اشخاص فقط، نحن نتحدث عن سياسه عامه لمجلس النواب هي التي اضرت بالدوله الليبيه واضرت بالمواطن الليبي. الى الان مجلس النواب صرف اكثر من 800 مليون سواء كان قائد أعلى أو مجلس نواب بين أعضائه في سفريات وفي بدل مبيت وفي مرتبات ومكافآت عالية ومجزية، والمواطن الليبي يبحث عن دواء. اليوم في حالة في مستشفى 1200 سرير توفاها الله بسبب هو أعمار بيد الله، ولكن هناك أسباب دنيوية وهي أن المريض لم يتلقى الدواء، لم يجد له دواء، والدواء تكلفته عالية في الصيدليات الخاصة، وأعطي دواء بديل لم يأتي بنتيجة توفى المريض. هذا بسبب من؟ بسبب سياسات مجلس النواب، لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية، هو الجسم الأعلى في الدولة الليبية. الانتقادات لمجلس النواب التي تكيلها الآن وتقول أنها ليست رأيا شخصيا فقط بل أنها رأي التيار الشعبي في البلاد الآن، أحولها أيضا للأستاذ عيسى العريبي عضو مجلس النواب. أستاذ عيسى أهلا بك. أستاذ عيسى هل أنت في الاستماع؟ الآن ونحن نتحدث عن أسباب الأزمة، هناك من يحمل أسباب التعثر السياسي الآن أو المسؤولية عن هذا الاتفاق السياسي الذي يعتبره البعض مشحفا وظالما، يعني وجاء لصالح تيار الإسلام السياسي دون غيره من التيارات الأخرى، هناك من يحمل المسؤولية لمجلس النواب ولأداء مجلس النواب، كيف ترد؟ اولا نحييكم حي ضيوفك الكرام اهلا الدين وسيد علام فلاح، طبعا كل يرى بالزاويه نتاعها، ولكن احنا عشنا هذه المرحله. نحن اول ما بدانا مجلس النواب عمل انت عرفت ان الميليشيات المسلحه احتلت مدينه بنغازي، وقام الاسلام السياسي بعمليه اسمها فجر ليبيا وسيطر على المنطقه الغربيه بشكل كامل، واصبح يمد في الارهابيين في البنغازي بالدعم اللوجستي الكبير. مجلس النواب عندما حضر كان في مدينه طبرق، الحقيقه نحيي مدينه طبرق اللي وقفت وقفه كبيره. اعتقد ان مجلس النواب اول ما اتى الغى عديد القرارات، طبعا مجلس النواب هو سلطه تشريعيه، ممكن السلطه التنفيذيه اللي هي برئاسه السيد عبد الله الثري ممكن تحمل بعض الاجزاء، ولكن نحن نعرف ان ما عندهاش اموال، تفتقر الاموال، لم تتحصل الا على مليارين فقط، وهي تقود دوله وتحارب ارهاب. طبعا مجلس النواب اعطى ثقه للسيد عبد الرازق النظوري، اعطى ثقه للسيد المشير خليفه بن جاسم الحفتر، الغى قانون العجز السياسي، دار قانون العفو العام، يعني مجلس النواب يعني دار جزء كبير من اللي عليه. مجلس النواب قاد معركه لبناء الدوله وفعلا نجح بجد كبير، ولكن هناك بعض الاجحاف في حق مجلس النواب. مجلس النواب اول مجلس نواب ليس كله متفق على راي واحد، مجلس النواب نواب اتين من عده مناطق يعني من ليبيا كلها، ولكن التيار الموجود الداخل يعني نحن نقول الاقوى يعني قاد المرحله بكل يعني الحقيقه كون جيش، الحقيقه الجيش انت عارف ايام المؤتمر الوطني حتى هذه السيدات كانت معدوده وكانت مجرمه وكانت يعني عليها استدعاء من المحامي النائب العام،
ولكن مجلس النواب عندما اتى اعطى الثقه لهذه القيادات دعم لبسي. هناك واقع على الارض، انت عارف ان 40 سنه مركزيه جميع المؤسسات وجميع الوزارات وجميع الاشياء الماديه موجوده في منطقه طرابلس. انت عارف ان برقة لا يوجد فيها شيء، نحن عندما اتينا لمدينه طبرق يعني مدينه طبرق انت عارف الامكانيات الموجوده بها، وهذا كله لكن كان في احتضان شعبي وكان في التفاف من اهل طبرق على مجلس النواب. مجلس النواب انا الحقيقه ممكن شهادتي فيه مجروحه لاني عضو فيه، ولكن رايت ان فيه تيار وطني داخله دعم الجيش وقصف الجيش. الان قوات عسكريه بنيت، الان هناك يعني معسكرات. نحن لما جينا الارهابيين سيطروا على مدينه بنغازي بالكامل يعني صاعقه، الان الحمد لله استطيع ان اقول لك ان برقه تحررت بالكامل باستثناء بؤره جنفوده وكذلك بؤره درنا، وهذا كان بفضل رجال سواء سياسيين او عسكريين. هناك بعض السلبيات في مجلس النواب لا نذكرها، تجربه جديده، نحن اتينا ليس لدينا تجربه سياسيه، انت عارف ان الناس السابقة انتخبوا المؤتمر، انتخبوا الناس اللي كانوا عايشه برا، نعم كانوا يعملوا فيه خير، صحيح، وكذلك السجناء السياسيين، ولكن في مجلس النواب انتخبوا ناس من يعني من ليبيا، من داخل ليبيا، ممكن اغلب شباب يفتقروا الى الخبره السياسيه، ولكن كانت عندهم اراده وكانت عندهم عزيمه على وقوفهم مع الجيش، وقفوا مع الجيش بقوه. الى الان لما تشوف الوضع بين حتى نقول معسكر البرلمان والكرامه ومعسكر فجر ليبيا والمؤتمر، اعتقد ان الانتصار واضح معسكر البرلمان والكرامه، ولكن ضرب البرلمان يعني لا نعرفش عليه ضرب البرلمان، يعني هو انك ضربت البرلمان، يعني انت عارف ان العالم يتعامل مع سلطات تشريعيه، يعني حتى لما نذهب في الخارج تعامل مع الجسم الديمقراطي اللي هو البرلمان، بعدين انت مش حتخفق على جسم واحد اخرى او يسير المرحله في هذه المرحله الصعبه. طيب استاذ عيسى، فقط اريد منك ان تجيبني على هذا السؤال، واحول لك ايضا انتقاد الأستاذ علام الفلاح، وليس فقط علام الفلاح الذي يتحدث عن ذلك، لكن هو يقول أنه في مصالح شخصية داخل البرلمان أو أعضاء مجلس النواب هي التي تقودهم إما لرفض هذا الاتفاق السياسي بالقوة أو الموافقة عليه بقوة، هي فقط نتيجة حصص وزارية حصلوا عليها أو لم يحصلوا عليها، كيف ترد؟ سيد أحمد، نحن نعرف أن الجيش الإلكتروني الاخوان الجيش كبير في 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 في, في الانترنت ومخترق عديد الصفحات حتى شخصيات ويشتغل على شخصيات معينه. اولا لو بتكلموا عن المصالح او الوزارات، يعني ما اعتقدش ان علي الجبراني ولا عيسى ولا بدر ولا زيد يبوا يروحوا هم ياخذوا وزارات ولا ياخذوا هيئات ولا بيبوها ياخذوها. هذه تبقى تاكدنا اذا كانت عندهم مصالح شخصيه مش من بكره، من الان لو نحن نقول تمر اللي نبغاها ناخذوها، نحن ما نبحثوش في مصلحه شخصيه، نحن نبحث في المصلحه العامه، ممكن الانسان يعني يشوف مصلحته لما تستقر بلاده وتحسن الوضع ويجي في وضع امني، خلاص انا تريح، ايش ينفع انا بعد عندي مليون والله هني وما نقدرش نطلع من حوشي، ما فيش امن وامان، جربنا المرحله هذه، لذلك احنا موقفنا واضح، ما يقدرش حد يقول لك انت هذوك مصالح شخصيه او يبغوا وزارات او وعارفين حتى الاشخاص الاخرين عارفين الاطراف اللي يدعموا الخلفاء، لم نتكلم على اي وزارات او طيب. اي نحن لدينا مساله الجيش يجب ان يكون يتبع البرلمان، لا نفق في جيش يبقى تحت تسع عروس. هناك بعض طيب عند هذه الجزئيه فقط استاذ عيسى العريبي يبقى معي لو سمحت لي، اعود مره اخرى الى الاستاذ علام الفلاح قبل ان انتقل الى الدكتور عز الدين العوامي لنتحدث عن الاتفاق السياسي. قبل ذلك استاذ علام الفلاح، يعني يقول لك الاستاذ عيسى العريبي ان البرلمان الان قبل البرلمان واستلم مهامه في ظل ظروف صعبه للغايه، بنغازي كانت محتله، الان بنغازي محرره بل وبرقه اصبحت محرره ب الكامل، يقول لك أنهم دعموا وقدموا الدعم اللوجستي للجيش ومنحوا ثقة لقياداته، هذه هي إنجازات البرلمان التي يجب ذكرها.
أولا هذه الإنجازات لا تنتسب لمجلس النواب، من حرر بنغازي هم الشباب والشباب المساند والضباط والجنود والعسكريين، ومن أعطى الشرعية الواقعية لمجلس النواب هو الجيش. ربما الجيش مهر على ورقة أنه اعتمد أو وقع على ترقية المشير أو وقع على رئاسة الأركان أو وقع على قيادة عامة، ولكن الواقع على الأرض كان يفرض هذا الأمر. كان كل المدن في شرق ليبيا وحتى في الغرب وفي الجنوب كانت تتحدث على أن يدعم هذا الجيش الذي تكون من خلال قيادات عسكرية منهم السيد المشير خليفة بن قاسم حفتر. أيضا أنا أعيب على أخوي عيسى العريبي أن يقول نحن الثلاثة، سمى ثلاثة أعضاء مجلس النواب، أن لو وافقنا أن تمر هذه الحكومة لمرت هذه الحكومة. لا لا يا سيد عيسى، هناك إرادة جماهيرية شعبية رافضة لهذا المجلس الرئاسي بهذا الشكل ورافضة. نحن خلافنا مع المجلس الرئاسي حتى يعلم الجميع، سواء كان عضو مجلس نواب أو غير عضو مجلس نواب، خلافنا مع هذا المجلس الرئاسي هي قيادات الجيش والجيش الذي تأسس في شرق ليبيا. لو أعطوا لهذا الجيش أنه هو يكون قائد أعلى بنفسه أو أوكلوا ذلك الأمر لأعضاء مجلس النواب مجتمعين، نحن كناس وكمواطنين وسوف نوافق. الخلاف مع هذا المجلس الرئاسي هو هذه النقطة فقط. أما فيما يتعلق بأعمال أعضاء مجلس النواب، أنا أعيش في مدينة لم أشاهد من أعضاء مجلس النواب أنهم قدموا أي شيء لهذه المدينة، لا للتعليم ولا للصحة ولا للمرافق ولا للمواصلات ولا للطرق ولا لشركة الخدمات ولا للمياه ولا للكهرباء، لم يقدموا أي شيء. نحن نعيش في فترة هذه جامعة قريونس مدمرة، لم يزرها لا لجنة التعليم من برلمان ولم يقدم إليها شيء. مراكز الشرطة مهدمة في مدينة بنغازي لم يقدموا إليها شيء، بل على العكس أن هناك ميزانية مخصصة لبناء هذه المراكز إلى الآن أوقفت ولا سحبت وصرفت في مكان آخر، لا أعلم أين ذهبت مبلغ 6 مليون دينار. عندما شفنا بعض العمارات وبعض المباني التجارية الجديدة، عندما تسأل عن هذا المبنى لمن، يقول لك عضو مجلس النواب فلاني، هذه العمارة لمن، عضو مجلس النواب الفلاني. نحن نتحدث عن مأساة شعب يا أخي، الشعب الآن يقهر، طيب. الشعب الآن يعذب، المرضى الآن يموتون لأجل فقط عدم حصول عند هذه الجزئية. نتوقف، أعود مرة أخرى إلى دكتور عز الدين العوامي. دكتور، يعني عندما تقيم أيضا في أسباب الأزمة التي تعيشها الآن، وفي بداية الحلقة ذكرت الاتفاق السياسي، ما هي أبرز تحفظاتك على الاتفاق السياسي أو أبرز المثالب التي تراها في هذا الاتفاق؟ أولا بك تعطيني وقت فضل. الموضوع حضرية يعني كثر الحديث على تشكيلة الوزراء وتشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي. أنا بصدق أنا أرى أن الموضوع في بعض النقاط أصعب من حتى من أعضاء الحكومة. والموضوع الثاني تكلموا عليه كثيرا هو موضوع المادة الثمانية. كان المشكلة الوحيدة هي المادة الثامنة، اقتزل الأمر في المادة الثمانية، على الرغم أن المادة الثمانية هي عنصر رئيسي من العناصر اللي نحن الخلافية من العناصر الخلافية الذي لا يختلف اثنان أنها هي مشكلة كبيرة في الاتفاق السياسي. ولكن هناك أربع نقاط سوف أتكلم عليهن ضمنيا، أحدها سوف تتضمن المادة الثمانية. أول شيء العملية الدستورية، وهذا أصعب شيء في بناء الدولة. بعد عملية بعد حدوث تغيير سياسي وندخل في عملية دستورية، لابد أن تكون العملية الدستورة محكمة جيدا. في المؤتمر الوطني أقرت بعد حكم محكمة دستورية سابق أن الهيئة الستين بالانتخاب، وأصرينا كتيار مدني داخل المؤتمر الوطني أن نلغو أي دور للسلطة التشريعية متمثلة في المؤتمر الوطني بالعملية الدستورية، بمعنى أن لجنة الستين التي انتخبت لهذا العمل تكون مختصة وليس هناك اختصاص لأي جهة أخرى أن تتدخل في العملية الدستورية. ولغينا كلمة واحدة أعتقد أسمى يحتمد المؤتمر الوطني أو المجلس الاستقالي، لغيناها. المادة 51 من الاتفاق السياسي نص على أن مجلس الدولة
ومجلس النواب لهم اختصاص في العملية الدستورية، ولابد من لما لجنة 60 تصل لاتفاق لابد أن يعرض على مجلس الدولة ومجلس النواب، وهذا أمر لا يستقيم. وجهة نظري الشخصية أمر صعب. نحن نريد أن الناس انتخبوا جزء من أبناء شعبنا لعملية دستورية بغض النظر على تقييمنا، أنا نتكلم عن نقاط مهمة، هذه مادة 51، وبالتالي مجلس الدولة بهذه التشكيلة سوف يكون له رأي في العملية الدستورية، وأيضا عرف التشاور في الأحكام الإضافية. مجلس النواب سوف تكلم عليها لاحقا نقطة التشاور. المادة 52 من إعلان الدستوري فرضا لجنة 60 لم توفق، ووصلنا لمرحلة انسدت الطريق ولم تنجح لجنة 60 في إعداد الدستور. المادة 52 تعطي الاختصاص لمجلس الدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي بهذه التشكيلات التي ترونها أنهم من يحدد، يجلسوا مع بعض ليحددوا مصير العملية الدستورية وبناء دستور ليبيا الذي ضحى من أجله أبنائنا من أجل دولة نحن بها من زمن. وبالتالي حيكون مجلس الدولة له رأي في العملية الدستورية من خلال المادتين 51 و52. نأتي للنقطة الثانية، وأنا وجهة نظري هذا أخطر شيء بعد القيادة العسكرية، بعد المادة الثامنة، بعد المادة بما فيه أن المادة الثامنة تعتبر هي الأخطر لأنها تمس القيادة العسكرية. نأتي لنقطة ثانية مهمة جدا بما يختص بمجلس الدولة. مجلس الدولة في نص الاتفاق السياسي وليس في الأحكام الإضافية، في المادة 4 والمادة 5 والمادة 15 والمادة 19 تشير أنها مجلس الدولة جسم استشاري، واتفقنا وقلنا خلاص ما دام جسم استشاري تمشي الأمور مش مشكلة. ولكن جاءت الأحكام الإضافية، وأقولها بكل صراحة، الأحكام الإضافية التي وضعت في الاتفاق السياسي وضعت بضغط من تيار الإسلام السياسي، عرف كلمة الاستشارة التي هي في المادة 51 و52 وغيرها من المواد، كلمة الاستشارة الذي يقصد بها في نص الاتفاق السياسي يعني الاتفاق التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب. ونحن نعرف جميعا أن كلمة التوافق تعني أن لو أحد الأطراف لم يرضى فبالتالي ما عرض يعني كان كل فرد لديه أو عضو لديه فيتو سواء في مجلس الدولة مجلس الدولة له رأي. لو أن مثلا لجنة الدستور نجحت، مجلس الدولة لم يرضى، وبالتالي حسب المادة 3 من الأحكام الإضافية تقول إن كلمة التشاور تعني توافق نص، والتوافق مستحيل لا يمكن أن يحصل، والبلاد حتى عطل لا يمكن. أنا أريد أن أقرأها بالنص، المادة 3 من الأحكام الإضافية لكي يستمع. ونحن نتحدث الآن عن الاتفاق وعن أبرز المثالب في هذا الاتفاق السياسي، كذلك الأحكام الإضافية التي قال الدكتور عز الدين العوامي أنها تأتي ليس فقط متعارضة بل أحيانا متناقضة. أعود إلى الدكتور عز الدين، أعطيني فرصة. المادة 3 من الأحكام الإضافية، آلية التشاور من أجل التوافق المبينة بالاتفاق السياسي الليبي تتطلب توافق كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول القضايا الوارد ذكرها. والتوافق يعني أن مجلس الدولة لابد أن يكون راضي ومجلس النواب لابد أن يكون راضي. بالتالي مجلس الدولة ليس جسم استشاري، هو سلطة تشريعية ثانية، سلطة تشريعية أو غرفة ثانية لو قلنا نحن برلمان، رديفة للبرلمان، تكون جسم ثاني. النقطة الثالثة اللي نحب نتنوع، آلية تعيين المناصب القيادية في البلاد، القيادية العسكرية والمدنية كذلك. المادة 15 من الاتفاق السياسي تقول سيادية. أن المناصب السيادية مجلس الدولة ورئيس الديوان المحاسبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس الرقابة يتعين يقال ويتم تعيينه بأغلبية الثلثين. وبالتالي عملية التعيين بأغلبية الثلثين جربناها في المؤتمر الوطني تعطل
الأداء وتعطل العمل. المناصب القيادية تعطل تعطل الأداء. لو جي للمادة 8 من الأحكام الإضافية، تنقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية إلى مجلس الدولة، إلى 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 المجلس الرئاسي. جميع الصلاحيات، وهذا أمر خطير. المدنية شوف يعني لا كلمة المدنية ماذا تعني؟ هل هو ديوان المحاسبة؟ هل يعني موضوع فضفاض، ممكن حتى مصلحة الأحوال المدنية، جميع وغيرها. جميع المناصب المدنية يعني أيضا من الظلم أو من الخطأ أن نركز فقط على المناصب العسكرية، هي شاملة حتى المناصب المدنية. النص اللي موجود في المادة 8 يقول تنقل جميع المناصب اختصاصات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية. وبالتالي لا أعتقد جدا في الحوار في الاتفاقيات تكون هناك مادة فض. ممكن المدنية تجي محافظ مدينة، محافظ بلدية أو محافظ محافظة معينة، وقد تكون رئيس الرقابة، قد يكون. النقطة الرابعة والأخيرة، نعم، بحيث ما نطلش على السادة المشاهدين، اللي هي وجود سلطة غرفة أخرى في البرلمان، سلطة وهم مجموعة الحوار، هيئة الحوار. هيئة الحوار باستطاعة واحد من أعضاء الحوار يدعو لاجتماع ليقرر مصير البلد في بعض النقاط. وأقولها بصراحة، بعض الأفراد في مجموعة الحوار، يعني واحد يمثل في حزب أعتقد في عضوين، الرئيس ومعه واحد آخر نائب، واحد يمثل في حزب شارك في انتخابات خلا 0 من 200، بين الأحزاب نحن عندنا قريب 50 حزب، كان الأحزاب الأخرى ما جابونش. طيب فبالتالي هذه النقاط، هذه النقاط التي تنتقدها الآن في الاتفاق السياسي والأحكام الإضافية. من هنا أنا لما نقد السادة أعضاء لجنة الحوار الممثلين لمجلس النواب، تعتقد أنهم مورطون في هذا الاتفاق المليء بالمثال؟ هذه النقاط مهمة جدا، وبالتالي يدعو من خلال شاشتكم إذا الحوار السياسي يبحث على نجاح لهذا الاتفاق السياسي، لابد أن توضع حلول لهذه النقاط الخلافية، بحيث نسير بمركب البلاد إلى إلى بإذن الله. هل يتحمل، بالعودة إلى الأستاذ عيسى العريبي، هل يتحمل مجلس النواب أو أستاذ صالح قلمة معي الآن عبر الهاتف، هل يتحمل مجلس النواب المسؤولية على خروج هذا الاتفاق بهذه الصورة والمليء بهذه بهذا الكم الكبير من المثالب التي يتحدث عنها الآن الدكتور عز الدين العوامي؟ طبعا احنا اذا كان دخلنا في المسودات او في الاتفاق السياسي، الاتفاق السياسي معيب، هذا اتفق عليه الجميع. الاتفاق السياسي من أسوأ الاتفاقات. الاتفاق السياسي طبعا لن يرضي الجميع، وطبعا هو الاتفاق السياسي عمل او في هيئة الحوار عندما اوجدوا هذا الاتفاق السياسي يدركون أن هناك الكثير من الصعوبات، ولكن مجلس النواب يتحمل المسؤولية باعتباره هو من اعتمد هذا الاتفاق في يوم 25 باستثناء المادة 8. الآن نحن طبعا كثير من المواد فيها الكثير من الشك والغيبة، كثير من المصطلحات فيها التلاعب، هذا يتفق عليه الجميع. حتى وضعية المجلس الرئاسي من 9 رؤوس، هذه وضعية صعبة جدا، كانت يعني منذ البداية لا توصل البلد إلى حل، يعلمها الكثيرون، ولكن المجلس النواب تحمل تلك المسؤولية، وعندما وافق على الاتفاق باستثناء المادة 8 ومن ثم انكشفت تلك العيوب، مجلس النواب طبعا أخذ خطوات إلى الخلف في تلك الأمور، بدأت هناك الكثير من الاستفاحات. ولكن من أهم النقاط طبعا المادة 8 كما قال الدكتور الدين، هو يتفق عليها الجميع، هي بيت القصيد في الاتفاق السياسي. نحن كبرلمان أتينا في ظروف معينة كما قلت لك، وأنشأنا مؤسسة عسكرية ولن نتنازل عنها، هذا يجب أن يعلمه الجميع. أنا شخصيا طبعا لن أقولها اليوم، عندما تدخل على تجدها في كل تصريحاتي السابقة. طبعا المادة 8 أنا شخصيا لم ألتقي قبلها ولم أجلس مع هيئة الحوار، ولكن التقيته في يوم من الأيام في تونس معي مجموعة من نواب الجنوب لكي نسأل البعثة الأممية عن وضعها من الجنوب الليبي وماذا يوجد، لأنها لم تزور الجنوب البعثة كبعثة أممية، إنما زارتها ممكن منطقة شؤون السياسية فقط، لم يزورها المبعوث. فطرحت عليه سؤال مباشر، فكانت في تلك الفترة لجنة الحوار مدعوة للاجتماع، المعتقد يعني
وكان هناك رفض من التيار الإسلام السياسي أو من أنهم يحضروا الحوار لتونس، فقال أن هناك من رفض، فقلت إذا كان هناك من رفض أن يحضر من هيئة الحوار واعتبروا أن بعضهم أخذ غنيمته وذهب، فنحن في حل من هذا الحوار نهائي. طيب هو بامكاننا نحن الليبيين الان لا نخشى الموت الان. الوضع صعب جدا، ممكن ان نحل ان نلغي هذا الحوار نهائيا او نخرج منه. قلت له نحن اتينا في ظروف لم يكن فيها حوار، ظروف كانت اخطر من الان. طيب فطبعا فقلت له الماده الثامنه، فرد علي وقال اعتبرها مجمده. قلت له لا ينفع ان تقول لي انا اعتبرها مجمده الماده الثامنه، يجب ان الماده الثامنه ان تخرج انت في بيان صريح، او لان الليبيين يريدون شيء كتابي، انا كعضو مجلس النواب لا اقدر ان انقل كلام شفوي منك اليهم. ولكن بيت القصيد هو الماده الثامنه، الماده الثامنه هذه الان الشعب الليبي، كل الشعب الليبي الان ليس همه لا غذاء لا دواء، الان همه الامن والامان والجيش والشرطه. كل اهلنا في الجنوب، انا كنت في الجنوب الفتره الماضيه، كلهم يصرخون الى جيش. نحن لا نريد جيش مؤدلج على مزاج حزب معين او على مزاج مجموعة معينة أو على مزاج قبيلة معينة، نحن نجلس لكل الليبيين، نقاتل فيه كل إبنائنا. طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح قلم. مقرر مجلس النواب، أعود إلى الأستاذ عيسى العريبي عضو مجلس النواب. أستاذ عيسى مرحبا بك، تفضل أستاذ عيسى أفسح لك المجال. أنا أولا كنت نحسب أن الحديث على الاتفاق السياسي، ولكن للأسف تعرضنا لهجوم من السيد علام وهو جزء من حكومة السنية والفاشلة، وكذلك جزء من المجلس البلدي السابق الفاشل. أعتقد أن مدينة بنغازي الآن لما أتاها حاكم العميد الجديد بدأ العمل فيها حقيقة، لأن هناك أناس وطنيين يعملون من أجل الوطن، ورأينا النظافة وإزالة العشوائيات والأمران الدائم في مدينة بنغازي. الشيء الثاني، أنا لما أقول أن هناك ثلاث نواب هم اللي أنا حكيت لما سألت يا أستاذ أحمد قلت لي في نواب من صالح، قلت لك نحن نسلمهم من صالح مقبول. الشيء الآخر، أنا لا أملك في بنغازي إلا شقة وجاء تغدى بها السيد علام الفلاح ويعرف هذه الشقة، وبيتي في القوارشة محروق وفجروه الدواعش، ليس لدي أي شيء، وانا راهن اي واحد يثبت علي اي شيء باستثناء شقه في يسكن فيها، واللي جاء كنت اتمناه يراعي العيش والملح، مش يحاول انه يرمي بعض الاشارات الغير جيده او يتبع الجيش الالكتروني اللي موجود في الفيسبوك. نحن الحمد لله معروفين، لان كنا قطاعات صفراء ولنا صراجه، ناس وطنيين ووقفنا مع الجيش بقوه وشغلنا وجهدنا الحمد لله واضح، وما نبش منا الا وجه الله، وانا لقيت فرد كيف قبل. هذا الكلام اللي برد على السيد علام الفلاح. واما يحكي لي النواب، اول حاجه شغل النواب ما هو شغل تنفيذي، الشغل التنفيذي هو شغل الحكومه. يا اخوي عيسى، يا اخوي عيسى بالله خلنا نقعد صراحة مع بعضنا الان، خلنا نقعد صراحة امام الشعب الليبي. يا اخي انتم من افشلتوا حكومه الثني، انتم من افشلتوا حكومه الثني، انتم من تدخلتوا جبتوا اقاربكم عينتوهم في الهيئات، انتم من جبتوا اقاربكم عينتوهم في المصالح، انتم من جبتوا وكلاء الوزراء، انتم من دخلتوا على الشركات، انتم من هذا كله يتحمل مسؤوليه اعضاء مجلس النواب. حكومه الان بدون وزراء، السيد رئيس الحكومه معه 5 اعضاء فقط، 13 وزير غير موجودين، هذا يتحمل مسؤوليه من؟ انا ما سرقتك يا عيسى، قلت لك انت سارق، لكن نحن عندي بعد شارع التقدوستا، شارع التقدوستا كله للنواب، عمارات اللي في شارع التقدوستا. طيب فقط للنواب، حديقة عامة. حتى نتمكن من سماعكما بصورة جيدة، فقط أستاذ عيسى. نفس المعروف، عيسى العلمي، ما عنديش إلا شقة في بغازي، ما عندكش تكذب علي بكذب. ما قلت لكش أنت، في معاكم زملاء لكم اللي داير مصنع واللي داير عمارة، وشارع التقدوستا يا العمارات اللي في شارع التقدوستا يا عليكم. شدرتوا البلدية بغازي، ما دوتوا لها شيء يا عيسى. طيب فقط نفتح المجال للاستاذ علام الفلاح قبل ان نعود الى الاستاذ عيسى العريبي، ولا نريد ان نشخصن الامور، نحن نتحدث الان بصفه عامه عن تقييم الان اسباب الازمه ودور مجلس النواب في هذه الازمه. استاذ علام، مدينه بنغازي نفس ما هي، بل الان الازمات السياسيه كانت هناك ازمات خدميه في بلديه بنغازي، الان بسبب هذا العمل اصبحت الازمات سياسيه في بنغازي. قرار في التعليم، اداره التعليم وموظفين التعليم رافضين تنفيذ هذا القرار. نحن الان بدل ما كنا نبي نحارب الارهاب وكنا كلنا في مدينه بنغازي دعم للكرامه وعندنا راي سياسي موحد، الان المدينه منقسمه على نفسها بسبب هذه الاهواء الشخصيه. وبعدين انا ما قلت عيسى العريبي سرق ولا عيسى العريبي خذاه، لكن عندي بقى شارع التقدوستا، العماره هذه لمن؟ النائب فلان،
المصنع هذا لمن؟ النائب فلان. انت ربما يا عيسى ما عندكش، لكن ما تدافعش على مجلس النواب. انت يا عيسى طلقت حمامات السلام في غات ولا في قدامس وجبتوا لنا المجلس الرئاسي، انتوا اللي جبتوه اعضاء مجلس النواب، وانتوا اللي دعمتوه، وانتوا اللي حطيت الماده 8. ما قلتلكش عيسى العريبي في شخصك، لكن انتوا مجتمعين يا اخي، انتوا تقدروا مجموعه الكتله اللي تسمى الان السياده الوطنيه، عدد كان 40، كنتوا ترفضوا. ليش من الاول دخلتونا في هالحوار وفي هالمعمعة سنتين وفي هالحرب، وبعدين ارتضيتوا ووقحتوا لان كل واحد قضى نصيبه من الكعكه، والشعب الليبي ضربته باراده عرض الحائط. هذا الكلام اللي نحن نقوله فيه، نحن من اول يوم كنا ضده. بعدين بلديه بنغازي او حكومه الثني، حكومه الثني صرفت 3 مليار، صرفت على النواب 3 مليار، واحد جايب شركه، واحد جايب مشروع خاص، وواحد جايب طريق مزرعته. طيب استاذ علام فقط، وانا مره اخرى اجدد، لا نريد ان ندخل في امور شخصيه، نتحدث بصفه عامه عن تقييم اداء البرلمان الان ودوره في الاتفاق السياسي والمسؤوليه عن هذا الاتفاق السياسي المليء بالمثالب كما أكد عدد من ضيوف اليوم. أستاذ عيسى أعود إليك باختصار لو سمحت لي، وبعيدا عن الشخصنا لو سمحت لي أيضا. يا سيد أحمد. سيد أحمد. نعم. أنا لما كلمتوني على القناة كلمتوني على أساس تتكلم عن اتفاق سياسي. صحيح. وربما عرضا أتى الانتقاد الاتفاق السياسي الآن من باب إنه البرلمان أيضا تورط في هذا الاتفاق فقط. الكلام تحت صفحات إخوان. أنا ما خشيت ما في جوا. أنا أسمع. أنت عندك أي أدلة على النواب؟ طلعها وجيبها. انا الراهنك وانا حاسمك، تعال حاسمك، انا الحاسم وري انا في قانون، تعال في قانون تثبت اي شيء. انا ليس لدي الا شقه الوطن اللي وجدت في فيها، انت شقه انت عرفتها، وعندي حوشي في الكواسه محتلين الدواعش. الشيء الثاني، نحن ما انا ما قلتلكش 3 امتار، نواب كثيرين وطنيين ما يقارب عن 60-70 نائب وقفوا ضد هذا المشروع، ونحن كيف ما قلت لك نحاربوا باقل الامكانيات. نحن تعبنا، راه نقول لك حاجه السبب شنو يعني متريحين ها توا، ما احنا تعبانين، لكن الحمد لله الوضع الان في بلطازي ما تقوليش، الوضع الان في بلطازي افضل من السابق 1000 مره. طيب افضل من السابق، نقول لك حتى عندي دير استبيان، انت دير حتى استبيان عند الناس المواطنين العاديين البسطاء، تقول لك احسن الوضع توا. ايضا في وقت فقط للدكتور عز الدين العوامي ضيف الاستوديو. قررناش ان الوضع افضل، لكن هذا بفضل عمل الجيش يا عيسى، مش عمل لا مجلس النواب ولا حكومه الثني. هذا الوضع اللي الان متحسن في بنغازي بفضل عمل الجيش على الارض. الجيش اصبح طرف اساسي وهو اللي فرض هذه الواقعيه على الارض في ليبيا، وليس مجلس النواب. هذا اللي احنا نقوله فيه. يا تبي تبي على الجيش يا رجل، تبي تبي على الجيش يا رجل. ما هذا قوة يا رجل، ما هذه المشكلة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. أنا مضطر وبدي أفهم، لأن أنا الجيش والدوة تاع ركوب على الموجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا لك. يا أخي أحمد بالله أنا عندي كلمة. أنا موضوع نعم، ما تطرقنا لا الأخ عيسى في شخصه ولا تحدثنا عليه هو في شخص. أنا نتحدث عن 150 عضو مجلس نواب. طيب. واحد من أعضاء مجلس النواب عدى عضو لجنة حوار وطلعنا بهالمخرج ووافق مع اللي يبوه وعينوه سفير في الاتحاد الأفريقي. واحد آخر وزير خارجية قالوا له انسحب تو نحطوك سفير في ألمانيا، أنا وقاعد في ألمانيا يرجع في القرار متاعه. واحد آخر انسحب وعدى بيقعد ملحق ثقافي ولا ملحق صحي في يا أخي. في بعض النواب ما زالوا متمسكين بشرف العمل بتاعهم، لكن 60% نقدر نقول حتى 70% من أعضاء مجلس النواب يلهثوا عليه مصالح خاصة. هذا اللي نحن نتحدث عنه. من أوقعنا في هذه الديمومة هم أعضاء مجلس النواب. من خرب حكومة الثنية هي أعضاء مجلس النواب. من دمر نتائج حوار الصخيرات مع من اللي وافق على المادة 8، ومن اللي حط المسودة، ومن اللي وافق عليها، كل أعضاء مجلس نواب، من اللي رشح الثلاثة أعضاء مجلس نواب، وتجي تو تقول لي أنا بريء وأنا كذا. ما شكرا جزيلا لك فقط أستاذ علام الفلاح، وصلت الفكرة. يتحملك كل أعضاء مجلس نواب. وصلت الفكرة أستاذ علام الفلاح. بالعودة إلى دكتور عز الدين العوامي، دكتور لو لديك أيضا إضافة فيما يتعلق بالاتفاق قبل أن نتحدث عن المجلس الرئاسي وأيضا بيانه الأخير الذي ربما طالب هيئة الحوار بتقديم ضمانات فيما يتعلق بعقد جلسة، بمعنى أنه مجلس الرئاسي الآن يتقدم بتشكيلة حكومية وأنه على مجلس النواب اعتمادها خلال 10 أيام. هذا الشرط هل هو جائز؟
شوف انا يعني بالنسبه للاتفاق السياسي يعني منذ فتره من اول ما من لما ظهرت المسوده الرابعه كانت لدينا نقاط، جلسنا مع بعض ما بعض الساده من اعضاء مجلس النواب، ايضا بعض الاعضاء من لجنه هيئه اعداد الدستور هيئه 60، حاولنا نوضح وجهه نظرنا بهذا الخصوص. لدينا نقاط كثيره صمتنا لما شفنا الامور ماشيه، يعني مجلس النواب عنده وجهه نظر، لم نتكلم على هذه التفاصيل الا في الفتره الاخيره اصبحنا نبحث على راي نحاول نوصل بعد ان تورطنا بعد ما يعني في هذا الاتفاق. في الاعلام لم نتكلم على ذلك، ولكن اقولها بكل صدق هذه نقاط جوهريه وامور حساسه، اعتقد انها هذه النقاط لن تخلق التوافق الذي نتمناه، هذه وجهه نظري. في نقاط عديدة جدا جدا، يعني لما يتكلم يقول لك وقف اطلاق النار، الآن وقف اطلاق النار من؟ في مصراتة يحاربوا في الدواعش، في سرت. نعم في سرت. الجيش الوطني يحارب في الدواعش في بنغازي، ايقاف اطلاق النار بينهم، يعني لو ضمنت في الإعلان يعني في نقاط فضفاضة ومخيفة ايضا. نعم غير واضحة، عدد 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 كبير جدا من النقاط، يعني يجب ان يتم الجلوس عليها. وأيضا في نقطة مهمة جدا، يعني في بعض أحد المواد تشير إلى شرعية مجلس النواب بعد إعداد الاتفاق أو اعتماد الاتفاق السياسي، مراجعة كل مصادر من تشريعات واتخذ من قرارات من مجلس النواب بما فيها حيراجعوا تعيين المناصب العسكرية، وهذا النص موجود لا يقدر أحد ينكر ذلك، نص هناك نص في الاتفاق السياسي يتم مراجعة تشكيل لجان لمراجعة جميع ما اتخذ من مجلس النواب من قرارات وتشريعات سواء تعديل دستوري أو قوانين يتم مراجعة. من ضمن القرارات المهمة اللي هي تعيين المناصب العسكرية اللي الحمد لله الآن بهذه القيادات كبير بهذه القيادات بهذه القيادات الآن، يعني وأيضا الطرف الآخر المترصد الآن لهذه القيادات والذي يريد أن ينتقم من هذه القيادات هو تيار الإسلام السياسي، نعم الدعم للإرهاب، نعم هذه المجموعات لا تريد أن وجود هذه القيادات محققاتها بالنتائج الإيجابية، هذه القيادات العسكرية يطيح بمخطط للاستحواذ والإقصاء اللي تكلمنا عليه في بداية نقاشنا في حلقة اليوم. هذه نقاط مهمة جدا يجب أن يوضع لها حل، ومن هنا ألوم بشكل خاص لكل من شارك في إعداد هذه المسودة. من حقنا، البعض يقول المسودة الرابعة، حتى المسودة الرابعة لدينا بعض النقاط موجودة في المسودة الرابعة، بعض النقاط اللي تكلمنا يعني عليها. المشكلة ليست في مجلس الرئاسي فقط بتسعة رؤوس أو في العودة إلى رئيس أنا ونائبة، هذه ما تعنيليش كثيرا، موضوع أعمق. أنا الموضوع أعمق، خاصة العملية الدستورية لن يكون صالح لي بأن العملية الدستورية تتم بهذه الطريقة. خلينا نحكي بصراحة، تيار الإسلام السياسي خسر انتخابات هيئة 60، وبالتالي ظهروا من الباب ورجعوا إلى عبر هذا الاتفاق أيضا ويتدخلوا في الدستور القادم. مادة 51 ومادة 52 تعطيهم براح واسع للدخول في العملية الدستورية، أمر خطير أيضا. شكرا جزيلا لك. لديك إضافة وأيضا تعليق في أقل من دقيقة فيما يتعلق ببيان المجلس الرئاسي الأخير؟ البيان الأخير يشيرنا يعني وكأن المجلس الرئاسي يعطي يعني أمر للبرلمان بضرورة الموافقة. شوف، السلطة التشريعية في العالم كلها تملك إرادة حرة لإقرار الحكومة أو رفضها، مش نحن نعيط ونقول نبو ديمقراطية. السلطة التشريعية في النظام البرلماني تملك السلطة الحرة في قرار حكومة أو رفضها، أو بمعنى آخر إعطاء الثقة للحكومة أو عدم إعطائها الثقة، وليس هناك أي عرف
يعني نقوله برلماني او عرف تشريعي انها تفرض على السلطه التشريعيه ان تعطي ثقه للحكومه. اذا راى وهذا مسؤوليه يعني وطنيه ومسؤوليه تاريخيه لمجلس النواب والسادة اعضاء مجلس النواب، اذا راوا ان هذه الحكومه في صالح الوطن المفروض ان يعطوها الثقه، واذا راوا ان هذه الحكومه ليست في صالح الوطن المفروض حجب الثقه عليها، حجب الثقه عليها، وسوف يسجل التاريخ وتسجل. يعني انا نقول لك انا نختلف مع الساده اللي قيموا اداء المؤسسه اثناء عملها، لما ينتهي عملها سوف ياتي اليوم حتى بما فيه مؤتمر وطني، لابد ان تقييم هذه العمليه عمل المؤتمر الوطني بكل شفافيه وبكل حياديه لاعطاء كل ذي حق حقه. طيب. وحط اللوم التاريخ. اخر كلمه اقولها، لابد ان يعني الساده السياسيين خاصه الاطراف اللي موجوده في الحوار لابد من نكران الذات. للاسف ان بعض الاطراف التي شاركت في الحوار تتقلد المناصب، هذا أمر بعض مخالف. الاطراف شخصيات اقاربها موجوده في 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 في, في مناصب سياسيه، وهذه هذه هذه لن يغفرها لهم التاريخ. الليبيين قاعدين يسجلوا وسوف تكتب وتعرض وتوضح ويوما ما. طيب. تعتبر نقطة. شكرا جزيلا لك دكتور عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام سابقا. كذلك أشكر الأستاذ علام الفلاح الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا أشكر الأستاذ صالح قلمة مقرر مجلس النواب، والأستاذ عيسى العريبي عضو مجلس النواب. مشاهدينا الكرام، بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث. أنوه في الختام أن قناة ليبيا الحدث تتضامن مع الحملة الوردية العالمية لمكافحة وتوعية من مرض سرطان الثدي. في الختام مشاهدينا، تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد إجمال، في أمان الله.